نتمنى طبعا ده هدف من الاهداف اللي احنا كنا حاطينها لنفسنا في اولمبياد ريو دي جانيرو، ولما تحقق بثلاث ميداليات فقط، وكان في اثنين او ثلاثه لعيبه حرزوا المركز الرابع كانوا قريبين قوي. ده هدف حاطينه تاني لنفسنا المره دي. يمكن الخبطه القويه خلاص اللي ما كانتش في صالحنا هي وقف رياضه رفع الاثقال لمده سنتين من الاتحاد الدولي. رفع الاثقال موقوفه سنتين خلاص اوكي، وده ضيع على مصر ميداليتين شبه مضمونتين، مفيش حاجه مضمونه في الرياضه طبعا، انما كان محمد ايهاب وساره سمير قريبين جدا بارقامهم الحقيقه من تحقيق ميداليتين لمصر. ده هيحط عبء اكبر على باقي اللاعبين في باقي الالعاب، انما الحمد لله المرة دي العدد القادر على المنافسة أكبر من المرة اللي فاتت، وده هو المهم إن احنا بنعد الناس كويس، فكل مرة العدد بيزيد خلاص، سواء عدد اللاعبين المؤهلين أو عدد الألعاب المؤهلة أو عدد اللاعبين القادرين على المنافسة. احنا رايحين ب 134 لاعب ولاعبة هيلعبوا فعلي، و12 احتياطي ممكن يستعان بيهم في حالة الإصابات والكلام ده كله. اللي قادرين على المنافسة فيهم أو ممكن يحققوا ميداليات في الألعاب الفردية حوالي 20 لاعب ولاعبة. ده مش معناه ان احنا هنجيب 20 ميداليه اطلاقا الحقيقه، لان ممكن واحد فرصته 1% 5% 10%، يعني فرصه ضئيله. بس لما بيبقى عندك عدد اكبر يبقى يعني ربنا ممكن يكرمك في ميداليتين ثلاثه اربعه خلاص. فانا اتخيل ان الرقم المنطقي خلاص لهذه البعثه هو من 3 الى 4 ميداليات. لو جبنا اكتر من كده في توفيق زائد الحمد لله، ولو جبنا اقل يبقى في عدم توفيق. هل بعثة مصر ممكن تجيب صفر من الميداليات؟ ممكن تجيب صفر من الميداليات، لان مفيش ميداليه مضمونه بنسبه 100% خلاص، ولا اي لاعب يقدر يقول ان انا اقدر اضمن الميداليه. الملعب والفيصل اليوم نفسه ايه اللي هيتم فيه حاله اللاعب او اللاعبه في هذا اليوم هي اللي هتفصل. طبعا دخول رفع الاثقال دخول الكاراتيه الحقيقه ميزه لمصر، يعني من ضمن الدول اللي هتستفيد من دخول الكاراتيه، ورغم ان الكاراتيه داخل لاول مره وخارج بعد الاولمبياد، مش داخل تاني، يعني اولمبياد 24 مفيش كاراتيه، فاحنا لازم نستفيد من هذا. استفدنا بيه في اولمبياد الشباب 2018، مصر حققت 3 ميداليات ذهبيه و2 فضه و7 برونز اجمالي البعثه بالكامل، وده كان اكبر عدد في تاريخ مصر، 12 ميداليه اولمبيه خلصنا بيهم في المركز ال21 على ال206 دوله، كان اعلى ترتيب لمصر ايضا. كان من 2 من 3 ميداليات 2 خماسي حديث و1 كاراتيه. فنتمنى ان الكاراتيه برضو من الالعاب انا بحطها نمره 1 في الترشيحات للميداليات. عندنا 5 لاعبين تأهلوا، من الخمسة دول في 3 تأهلوا من الرانك العالمي و2 من الرانك الإفريقي. الرانك الإفريقي هيبقى صعب شوية، المنافسة مش مستحيل، إنما الرانك العالمي معناه إن هذه اللاعب أو اللاعبة قادرين على الوصول على الأقل قبل النهائي، وبالتالي بقى يبقى في فرصة ميدالية يعني أول تاني تالت رابع بإذن الله. اللاعبين هم جيانا فاروق وعلي الصاوي وفريال أشرف. لا هو احنا عندنا في الخماسي الحديث الحد الأقصى للتأهل هو ولدين وبنتين لأي دولة، وده لم يتحقق إلا من 7 دول في العالم هم اللي حققوا هذا، مصر واحدة منهم. احنا تأهلنا بأربع لاعبين وثلاث لاعبات، سواء من بطولة أفريقيا أو التصنيف العالمي أو بطولة العالم، خلاص يعني تأهلنا من كل طرق التأهيل الممكنة باستثناء نهائي كأس العالم، تمام. فده الحقيقه حاجه رائعه، لما نتاهل باكتر من العدد المسموح ليك بيبقى من حق الدوله او الاتحاد هو اللي يختار مين الاثنين، واحنا كنا حاطين سيستم واضح وصريح خلاص بان بطوله العالم ليها اولويه، ثم الرانك العالمي، ثم افريقيا دي اخر حاجه بنبص لها. فاخترنا على طول من هم اللي هيمثلونا، ان شاء الله هيكونوا احمد اسامه الجندي واحمد اشرف، والاحتياطي بتاعهم هيبقى اسلام حامد، وفي البنات هايدي عادل وامير انديل، والاحتياطي بتاعهم هيبقى سلمى ايمن عبد المقصود. في البنات يعني يمكن حاطين تارجت لمحاوله الوصول للعشرة الاوائل، انما تحقيق ميداليه يعني مش مستحيل بس صعب شويه، بالذات ان بناتنا اكبر واحده فيهم مواليد 99 واصغر واحده اميره انديل مواليد 2003، يعني لسه صغيرين جدا، لسه بيلعبوا مراحل الناشئين والشباب. اما في الولاد احنا عايزين ننافس بوضع نتائجنا خلاص، فاحنا مخلصين احمد اشرف احمد اسامه جندي المركز الثالث في بطوله العالم اللي هي قبل الاولمبياد بما فيش بقى شهر، واحمد اشرف مخلص المركز الرابع في الفردي، واخدين ثالث فرق باسلام حامد معاهم، فاحنا منافسين حقيقيين. الخماسي الحديث فيه يمكن 12 لاعب في العالم من ال 36 اللي هيلعبوا
عندهم فرص حقيقيه لتحقيق ميداليه، منهم الاثنين لعيبه بتوع مصر ان شاء الله. عندنا بطوله عالم للناشئين هتقام في الاسكندريه، ولاعيبتنا بتاعت الفريق الكبير في جزء منها مشارك في هذه البطوله لسه في مرحله الناشئين، والجزء الثاني اللي هو عدى المرحله معسكر معانا في الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في اسكندريه في ابو قير، عاملين معسكر لمده اسبوع ثم مكملين المعسكر بتاعنا هنا في هيئه استاد القاهره. مصر بقت في الخماسي، في لعبه خماسي حديث على الاقل، احنا يمكن الدول هي اللي بتسعى انها تيجي تعسكر معانا وليس العكس. يعني هم الدول دايما بتسعى انها تعسكر مع منتخبات قويه ويكون في فاسيلتيز كويسه للتمرين، فالحاجتين دول متواجدين في مصر، فعشان كده احنا اللي هنا بنتمرن والناس هي اللي بتجي لنا مش العكس. احتياجات الاتحادات خلاص غير موضوع الرعاه، خلاص اكتر من يمكن 70-80% من احتياجات الرياضيين المصريين جايه من الدوله ممثله في وزاره الشباب والرياضه التمويل. يعني الميزه ان المره دي حجم الرعاه كبر، حجم الرعاه الشخصيين للاتحادات وحجم الرعاه الشخصيين للاعبين واللاعبات بعينهم، يعني راعي للاعب الفلاني او العلاني، وده بيفرق كتير طبعا في البرفورمانس بتاع اللاعب واحتياجات اللاعب اللي بيقدر يلبيها. خلاص مش شرط انها كلها احتياجات في اللعب، في احتياجات في الحياه الطبيعيه، خلاص بيبقى اللاعب برضو عشان بيضحي كتير بوقته خلاص كلاعب محترف، فلازم يبقى فيه دخل ليه ولاسرته والكلام ده كله. فالحمد لله ده بدا يتوفر، عايزين اكتر من كده بكتير في المراحل الجايه. الحقيقه كان في برنامج يعني قوي من الشركات الوطنيه خلاص من ضمن السي اس ار كوميتمنت بتاعهم او السوشيال كوربريت ريسبونسبيلتي، الخدمه المجتمعيه، ان الرياضه بقت جزء من الخدمه المجتمعيه لهذه الشركات، فبداوا يصرفوا عليها. وكمان وزاره الشباب والرياضه الحقيقه قامت بدور برضه يعني تشكر عليه، مع انها جلبت بعض الرعاه لبعض اللاعبين نقول اللي هم عندهم بوتنشل للمنافسه. لا المكافاه بتبقى مكافاه من الدوله، يعني من وزاره الشباب والرياضه، في لائحه ماليه بتحكم هذا الموضوع. على حد علمي انا ان هذه اللائحه لم تتغير خلاص، ودي انا من خلال منبرك انا بطالب بتغييرها الحقيقه، لان اللائحه اللي ماشيه حتى الان دي لائحه تمت في عهد سياده الوزير العامري فاروق خلاص، يعني في 2014 يمكن طلعها قبل ما يسيب الوزاره بحاجه بسيطه، 2013 اسف 2013، فهي بقى لها مده كبيره خلاص. هي نفس اللائحه اللي تمت في 2004 اثينا خلاص، لان اثينا لما اتعملت اللائحه دي وكانت الحقيقه وقتها يعني مغريه جدا، كانت 1,000,000 جنيه للمركز الاول، 750 للثاني، 500 للثالث، وهكذا لغايه المركز الثامن. دي اتعملت في 2004، تغييرات طفيفه اتعملت عليها في عهد سيادة الوزير العامري فاروق في 2013، انها ما غيرتش الارقام، فما ينفعش ان احنا نقول الارقام بتاعه 2004 ده حصل تعويم، وحتى القوه الشرائيه لهذا المبلغ دلوقتي مش زي زمان خالص. فانا اتمنى ان سيادة الوزير دكتور اشرف صبحي يغيرها ويعليها ويخليها حاجه يعني تبقى او حافز للرياضيين المصريين ان هم بيسعوا، طبعا هم بيسعوا للميدالية، ده موضوع منتهي، لان دي الحاجة الاكبر في الرياضة، انما برضو الحافز المالي بيفرق.